ورحمة الله وبركاته. معكم عمرو عبد العزيز من قناة عملاق الألعاب. النهاردة هنختم الحلقة الرابعة من لعبة باندي أند إند ذا دارك ريفير. نبدأ الحلقة وبسم الله ونشوف ماذا سنفعل. ايه ده؟ دي بتمني امشي. سيكا 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 تحت الراية. النبي اسحبها هنا. سيكا 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 كلنا كده عاوزين سيكا 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 سيكا. احنا كاتبين الشفرة سيكا يا ماما يا ولد يا سيكا يا سيكا. صورنا صورنا ماشي ماشي يا عمور يا أمور. سيكا 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 كلنا عاوزين كده سيكا 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 كلنا كده عاوزين سيكا. كبارة كده سيكا يا سيكا يا سيكا. ما فهم فهمت ماشي ماشي يا سيكا. صورنا صورنا يا سيكا. بيشحن كهربا من ده نسيكا انا بعد كمان نشحن كهربا عشان ممكن نلاقي حاجة. خلينا انت سيكا عمره ما يبان في السيكا.
أجرب. سيكا ومية، سيكا قوية. بسم الله. خد يا ابن المليفة. Health deactivated. خرب بيتك انت، جيت انت كان اسف نسيت اموتك. يلا حبيبي خرب بيتك انت. ايه بسم الله الرحمن الرحيم. يا ابن المساك شكا نصاب تبي تهنيك لي خدي خدي حزبون. رحت فين؟ خد على أم رأسك. يا راجل يا راجل فشفولي.
راحت فين البيتان يا أمور طول عمرك يا أمور. الباب مقفول يا أمور يا أمور، لازم تفتحه من تحت يا أمور. كده ممكن يكون اتفتح يا أمور يا أمور، فتح ولا متفتحش يا أمور؟ اتفتح. حلو الوقعة دي. قشطة بالمكسرات. ايه ده؟ مش حاجة. يا أمور يا أمور يا أبو العم أمير. يا أمور يا أمور يا أبو العم أمير. طب هنا قبل ما نشوف نعمل ايه؟ يا ابو العام امير. الله اخيرا. ممكن يا ودي عمور. ناوي ماشي يا سنيورة كده كده عاوز لها صورة كده كده. بصي على اللعبة اللي بلعب بيه راحت واقعة. اللي عنده غسالات قديمة يا عيني. بشي برومو يا سافيو. برومو سافيو برقصو سامبا.
ماشي، بتعملش من هنا. صوته يجنن. ما ينفعش اولدها مرتين. لا، اولد الكهرباء يعني، مش اولدها. ايه ده، ينفع اهو. لا ما ينفعش. بصيت في النوبة كده كده، راحت نوبة نيبة. صوته هنا. اه، النبي. ماشي الجحش. أمور يا أمور، يا أبو العمامير. يا أمور يا أمور، يا أمور يا أمور، موسيقى مش أمور. أهلا. يا نهار أبيض. ماتت البت. ايه ده؟ وبكده نبقى ختمنا الحلقة الرابعة، وانتظرونا ان شاء الله في الحلقة الخامسة، ما نشوف لها بقى اي حل. وما تنسوش اللايك والكومنت، رأيكم في الحلقة، واللي عنده اي استفسار او اي معلومة او اي حاجة فيدنا بقى في القناة حطها في الكومنت اسفل الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.